التخادم والتخاصم الأمريكي والإيراني على أرض العراق يدفع ثمنه الشعب العراقي، فميليشيات الحشد كافة تواصل شن حملات اغتيالات لناشطين سياسيين ومتظاهرين في العراق، والذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونظيفة واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نزيهة، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية التي وضعت رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض على لائحة العقوبات، ليس بصفته من أعمدة المشروع الإيراني فحسب، وإنما لمسؤوليته عن قمع المتظاهرين العراقيين وقتهم وارتكابه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بدعم مباشر من فيلق القدس الإيراني. لائحة العقوبات الأمريكية للميليشيات في العراق قد تضيف أسماء أخرى غير الفياض، فالقرار يشير إلى أنه أحد المجرمين الذين قتلوا المتظاهرين، ما يفتح الباب أمام معاقبة المسؤولين الحكوميين خارج دائرة ميليشيا الحشد أيضا، فضلا عن اعتراف الولايات المتحدة بشرعية التظاهرات ومطالبها. وكالة أسوشيت بريس ذكرت أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة في بغداد اهتزت كثيرا في العامين الماضيين، إذ كثفت الجماعات المدعومة من إيران هجماتها على الوجود الأمريكي، في حين قلل وزير الدفاع الحالي جمعة عناد من خطورة الصواريخ التي تطلقها الميليشيات الموالية لإيران على المدنيين والسفارة الأمريكية في العراق، في تصريح عده مراقبون تسويغا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الميليشيات. الكونغرس الأمريكي أصدر في شهر آب عام 2020 مشروع قرار بوقف الدعم المالي المقدم لميليشيا الحشد منذ عام 2014، ويحد على وجه الخصوص من تمويل ميليشيا بدر التي يتزعمها هادي العامري، ويشير القرار إلى أن أغلب ميليشيات الحشد تابعة لإيران. العقوبات الأمريكية والضغوط الميليشياوية التي هددت من قبل بقطع أذني الكاظمي وضعته أمام خيارات لا يحسد عليها، فإما التضحية بعلاقاته مع إيران وإما مواجهة عزلة أمريكية، ما يجعل مستقبل العلاقات بين بغداد وواشنطن أمام تحديات صعبة، ولا سيما بعد إعلان جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.